مرحبا طلاب، شلونكم؟ اليوم راح نشرح محاضرة مال Disorder of Cardiovascular System، اللي هي يعني شنو Disorders؟ يعني مشاكل بالعادة تصير ويا System الكارديو، Thrombosis، Embolism، Infarction. طبعا عيدكم تفرقون كلمتين بالعادة الطلاب يخربطون بينها، هي الـ Thrombosis شنو والـ Embolism شنو. Thrombosis يعني الخثرة تكونت بالمكان، يعني شنو بالمكان؟ يعني مثلا فد ارتري شريان بالهارت، زين، وصارت بيه خثرة. اوكي، صار بيه خثرة. هاي الخثرة البنفسجية لو راحت تمشت وراحت مثلا الشريان قاعد برا، يعني هي افترت بالدم، افترت 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 افترت، وصلت الى شريان قاعد وين؟ برا. فأسمي هاي الخثرة نفسها مالتنا القديمة اللي انتقلت إلى مكان جديد يسموها إمبوليزم. إمبوليزم يعني خثرة منتقلة من غير مكان. خوش، حتى خاب تخربطون. لهذا دائما شيء شائع وكلش مهم خلوا ببالكم، أنه يقول لك الدي في تي اللي هو ديب فينس ترومبوسيز، الأمال التخثر اللي يصير بأوردة الرجل، بالعادة أشهر شيء يسوي ينتقل للأوردة مال منو؟ مال الرئة، فيسوي لي pulmonary embolism. فتلقون دائما يسموها pulmonary embolism is the most common complication of DVT. هاي المعلومة خلوها ببالكم بداية المحاضرة، خاف تجي MCQ هماتين مهمة. زين، نجي هسا نحكي على normal homeostasis. كلمة homeostasis يعني شنو؟ يعني اتزان، حالة اتزان، حالة balance. خوش، زين. Process of maintaining blood in fluid clot-free state in normal vasculature and rapidly forming of localized vascular injury. The pathological opposite of homeostasis is thrombosis. خصم الحكي والمختصر يعني شنو؟ الهوميوستاسيس هي حالة اتزان clot-free state in normal vasculature. هاي أهم جملة. يعني شنو؟ يعني شرايين او دم، مو شرط شرايين، غلط اقول شرايين، يعني دم سواء اوردة شرايين خالية من الكلوت. كلوت فري، شنو يعني كلوت فري؟ يعني ما بيها تخثر، كلوت فري، خالية من التخثر. اوكي، فش اسميه؟ هوميوستاسيس، لان هذا جسمك لو ما كان يسوي هوميوستاسيس كان ظل متخثر. زين، كان صار عندك تخثر وتسدت الشرايين ودخلنا في مشاكل. عكس حالة الاتزان هاي اللي يوفرها الجسم، عكسها هي حالة الثرومبوسيس، هي حالة التخثر، تمام؟ عكسها هو الثرومبوسيس، هو عكس الهوميوستاسيس. فإذا يجي شنو عكس الهوميوستاسيس؟ ثرومبوسيس، لأن الثرومبوسيس يخثر والهوميوستاسيس يعدل ويصفي الجسم من التخثر. زين، نجي نعرف الثرومبوسيس شنو. الثرومبوسيس قلنا هو تخثر، إذا هو تكوين لسوليد ماس in circulation from constituents of flowing blood following blood flowing with intact cardiovascular tree during life. يعني شنو؟ يعني جسمك او الدم في جسمك دا يسوي كتل solid mass. من جاب هالكتل؟ من الشارع؟ لا، جابها من مكونات الدم الموجودة في جسمك. زين، اوكي، شلون سوى هاي الثرومبوس؟ سموا هاي العملية باريكوس ترايد. اكو عالم اسمه باريكوس، هذا هو روتفولد باريكو، هذا الله يسلمه، سوالنا قل لك يعني ترى الثرومبوس تتكون من ثلاث شغلات، ثلاث شغلات تتكون لك الثرومبوس. هاي تحفظوها، مهمة جدا. الباريكوسيتراية ثلاث شغلات: endothelial injury, stasis or turbulent blood flow. شين يعني stasis؟ هسه endothelial injury تعرفون الشريان او الوريد، يعني بعد دمه بشكل عام بطبقات، بطبقات مثل البيت، البي جدار او حائط وبي طبقات، مو بيسمنت وطابو كذا. حتى الوعاء الدموي، ليش ارسم الوعاء الدموي بنفسجي؟ المفروض ارسم احمر. اوكي، هذا احمر. فهنا اكو طبقه اسمها اندوثيليال، هاي من يصير بيها انجري، يعني من يصير بيها خلل تروما انجري، زين، شي يصير يبدي يكون الثرومبوسيس. بعد شغلة الأخلية الستيسيس، شنو يعني ستيسيس؟ يعني الدم
ماشي مدى يجري، ثابت مدى يجري، يعني شلون البركة مال المي يقول لك هذا المي مدى يجري بيها، فتلقى المي يبقى بمكانه وشي يصير بي تنزل بي طحالب وهيج، حتى الدم إذا بقى ثابت بمكانه وما كان يجري بالجسم شي يسوي لي، يسوي لي ثرومبوسيس. hypercoagulability of the blood يعني شنو؟ يعني جسم عنده قابلية كلش عالية على تكوين خثرة، سموه hypercoagulability of the blood. أكو عندك أمراض تسوي الجسم إلا قابلية عالية على التخثر، أكو خلل بفاكتورات معينة، أكو جسم فاقد قدرته على منع التخثر، يعني هاي الأمراض اللي تسوي لي hypercoagulability of the blood راح ناخذها بالمحاضرة طبعا، تمام؟ وراح نشرح كل خطوة من هالخطوات بالتفصيل، أوكي؟ okay.